محمد عبد الجليل شهير بجاليليو من مصر، بشارك في أستراكا للمرة الخامسة. أنا عامل الحالة اللي قدامنا هنا في اللوحة عبارة عن حد في حالة حلم، يعني واحدة بتحاول إن هي تتحرر من اللي هي فيه، بس في قيود ومش قادرة إن هي تخرج منها، فبتحاول بقدر الإمكان إن هي ترقص أو تخرج من اللي هي فيه عن طريق الرقص. بس هي حالة أنا حسيت بيها فعبرت عنها عن طريق البنت المقيدة اللي مش قادرة إن هي ترقص دي. بس وكمان أنا جيت هنا عشان خاطر إن احنا ندعم السياحة وفي مصر وكده. بس شكرا.